لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من قال بعد التسليم، من قال السجود للسهو بعد التسليم، عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. قال البيهقي: إسناده لا بأس به. الشيخ الألباني بيضعفه يعني. صححه ابن خزيمة. مصعب بن شيبة وثقه ابن معين وضعفه أحمد. أخرج له مسلم في صحيحه. قال الحازمي: اختلف الناس في سجود السهو على أربعة أقوال. طائفة رأت السجود بعد السلام، عملت بحديث ذي اليدين وهو مذهب أبي حنيفة، وقال به من الصحابة علي وسعد وابن الزبير، ومن التابعين الحسن والنخعي وابن أبي ليلى والثوري والحسن ابن صالح وأهل الكوفة. طبعا ده في حديث صححه ابن حجر، قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. لكن الكلام ده هيبقى عام مخصوص بما ثبت فيه السلام، السجود قبل السلام. وده ما ثبت فيه قبل السلام بنص، زي حديث ابن بحينة اللي هو ترك سجود السهو فسجد قبل السلام، او بقياس عليه هنقول كل من ترك واجبا يبقى زي الايه، زي التشهد الاوسط يبقى يسجد قبل السلام. ونص تاني اللي هو اذا شك في صلاته فبنى على ما استيقن فليسجد قبل ان يسلم، واللي فيه زياده يبقى بعد السلام. وكذلك الشك فبنى على ما استيقن، بنى على الراجح، استغفر الله، اذا شك فبنى على الراجح يسجد بعد السلام. يبقى كده هيشمل كل الايه الاحوال. قال: وطائفه رأت أن سجود قبل السلام أخذا بحديث ابن محينة وبحديث أبي سعيد الخدري اللي هو فليبني على ما استيقن فأمر بسجود قبل السلام. وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ. وأخرج الشافعي بسنده إلى الزهري أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام. هذا الأفعال لا تتعارض، الأفعال يجب الجمع بينها. احنا شروط النسخ ايه؟ التعارض مع عدم امكان الجمع. فبنقول الأفعال نفسها يعني عمل كده وعمل كده، هذا ليس فيه ايه تعارض، خصوصا انه يمكن الجمع. ده لو قلنا بالجواز للأمرين معا أهون من القول بالنسخ. قال: ثم أكده الشافعي بحديث معاوية المذكور وصحبة معاوية اللي هو حديث ضعيف ده متأخرة. قال الحازمي: وطريق الإنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض، ولم يثبت تقدم بعضها على بعض بروايات صحيحة، وحديث الزهري منقطع لأنه مرسل فلا يدل على النسخ ولا يعارض بالأحاديث الثابتة، والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين. المذهب الثالث أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام أخذا بحديث ذي اليدين، وإذا كان قبل النقصان كان قبل السلام، وإليه ذهب مالك. احنا بنزود بس على المذهب ده، اذا كان الشك مع يعني بيقول اذا كان الزيادة او كان بنى على الارجح يبقى بعد السلام، واذا كان نقصا او بنى على المستيقن على الاقل يبقى ده ايه قبل السلام. قول الرابع انه اذا نهض من ثنتين سردهما قبل السلام.
أخذا بحديث ابن محينة اللي هو ترك التشهد الأوسط، وكذا إذا شك فرجع، اللي هو لسه جيدة، وكذا إذا شك فرجع إلى اليقين أخذا بحديث أبي سعيد، وإذا سلم من ثنتين سرد بعد السلام أخذا بحديث أبي هريرة، وكذا إذا شك وكان ممن يرجع إلى التحري أخذا بحديث ابن مسعود، وإليه ذهب أحمد فإنه احتياط، ففعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في نظير كل واقعة عنه. هو ده أحسن الأقوال. والمذاهب الثمانية اللي نقلهم العراقي متفرعة من ذلك مع تغير يسير. قال النووي، قال الإمام المازري: أحاديث الباب خمسة. حديث أبي هريرة في من شك فلم يدري كم صلى، يبقى فيه أن يسجد سجدتين. رواياته هو بيقول ولم يذكر موضعهما، لا، لم يدري كم صلى فبنى على ما استيقن، يبقى يصلي، يبقى قبل السلام. حديث أبي سعيد وفيه من شك، وفي من شك وفيه أن يسجد السجدة قبل أن يسلم، هو نفس حديث أبي هريرة. الروايات اللي هي رواية حديث أبي هريرة توافق حديث أبي سعيد. حديث ابن مسعود وفيه القيام إلى خامسة وأنه سرد بعد السلام. وحديث ذي اليدين وفيه السلام من ثنتين والمشي والكلام وسرد بعد السلام. حديث ابن محينا القادم فيه القيام من اثنتين والسلود قبل السلام. القيام من ثنتين يعني ايه؟ ما جلسش التشهد الأوسط. اختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث. قال أبو داود: لا يقاس عليها، بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت. وقال أحمد: كقول داود في هذه الصلوات خاصة، وخلفه في غيرها، فقال: يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. أما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، قال بعضهم: ومخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة: الأصل هو السلود بعد السلام، وتأول باقي الأحاديث. وقال الشافعي: الأصل هو السلود قبل السلام، ورد بقية الأحاديث إليه. وقال مالك: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا فقبلها. هو ده صح زي ما قلنا، بس بنزود عليه: إذا ما استيقن، البناء على اليقين على الأقل يبقى قبل، والبناء على الراجح يبقى بعد. أما الشافعي فيقول في حديث أبي سعيد: إن كانت خامسة شفعها بالسجدتين، ونص على السجود قبل السلام، إذا بنى على ما استيقن على الأقل. يقول: مع تجويز الزيادة، والمجوز كالموجود. لا، احنا بنقول دي صورة مستقلة، الشك غير التيقن من الزيادة. كيف يكون المجوز المحتمل يبقى زي المتيقن المزود؟ ويتأول حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة والسلود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام، ولو علم قبله يسلد قبله. جبنا منين؟ ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسهى عن السلود قبل السلام فتداركه بعده. يا خبر أبيض، ده لما يعمل إيه؟ لا يمكن أن يأتي برواية كذلك، إنه سدد، إنه سهى عن السلود قبل السلام. ده كلام بلا دليل. الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسهو حتى يأتي دليل يقول أنه قد إيه؟ قد سهى. عشان كده الصحابة عملوا إيه؟ سلموا معاه، مش كده؟ وهم مجوزين احتمال أن يكون نسى. فالأصل أن الرسول لم يسهو، يبقى اللي يجيب لنا، اللي يقول لنا أنه سهى عن سلود السهو قبل السلام فسلده بعده، هو اللي محتاج يجيب دليل وأن له بذلك. هم الأحاديث الخمسة هم الأساس في الباب. انت عايز خلاصة وخلاص يعني؟ عشان انت نايم. انا قلتها على فكرة خلاصة ثلاث مرات، انا قلت ثلاث مرات: في الزيادة بعد السلام، في النقص احفظها كده، الزيادة فيها دال يبقى بعد السلام فيها دال، وفي النقص فيها قاف يبقى ايه؟ قبل السلام. وفي الشك على حالين: يقين وتحري. يقين يبقى قبل، وتحري يبقى بعد. مش لاقين لها حرف.
يقين قاف. ايما انا قلت لك يقين قاف، لكن التحري بقى دي مش عارفها. هتألفه بقى. قال القاضي عياض: لا خلاف بين العلماء هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء انه لو سرد قبل السلام او بعده للزيادة او للنقص انه يجزئ ولا تفسد صلاته، اختلافهم في الافضل. انتهى كلام النووي. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. عن عبد الله بن بحينة انه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، التشهد الاوسط يعني، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسرد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هو بيتكتب ليه بألف ابن بحينة؟ لأن بحينة دي أمه، فبيحذفوش الألف اللي في ابن. هو تذكر صلى الله عليه وسلم، ومحتمل يكونوا سبحوا له، ومحتمل يكون تذكر هو. بيقول: فقام الناس معه، في دليل على وجوب المتابعة حيث تركوا القعود الأول وتشهده، ده دليل على أن القعود الأول ليس بركن، وهذا اتفاق. اللي ما بيقولوش بالتقسيم إلى ركن واجب قالوا أن هو إيه؟ قالوا أن هو مستحب. قال النووي فيه في الحديث، بيقول: ثم في الحديث دليل لمسائل كثيرة، أحدها إحداها أن سرود السهو قبل السلام، إما مطلقا كما يقوله الشافعي، وإما في النقص كما يقوله مالك ونحن نقول به. الثانية أن التشهد الأول والجلوس له ليس بركنين في الصلاة ولا واجبين، لا ليس بركنين، نعم، أما لا، لأن هو لم يرجع له، لو كان ركن كان رجع له، زي ما في من قام إلى الخامسة وجب أن يرجع. يقول: ولا واجبين، إذ لو كان واجبين لما جبرهما السرود كالركوع والسجود. ده لو أنت، لو إحنا بنقول الركوع والسجود واجبين وليس ركنين، إحنا بنقول الواجب الذي ليس بركن يجبر بسجود السهو، والأصل عندنا أنه لم يرد في المسيء صلاته، والإجماع على أنه ليس بركن. يقول بهذا: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقال أحمد في طائفة قليلة: هما واجبان، اللي هو القعود والتشهد، إذا سهى جبرهما السجود على مقتضى الحديث، وده الصحيح. الثالثة فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه، وعموم كان يكبر في كل خفض ورفع. واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام، هل يتحرم يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويتشهد ويسلم أم لا؟ والصحيح في مذهب الشافعي أنه يسلم ولا يتشهد، بس أكثرهم يقول يكبر ليدخل في الصلاة مرة أخرى، وبعضهم يقول لا، ده هو معلوش ما خرجش أصلا، لذلك يكبر للسرود فقط على عموم، يكبر في كل خفض ورفع، وده الصحيح. أنا قلت الأولاني يحرم على الأكثر، اللي هو الصحيح أنه هو يكبر مباشرة لأنه لم يخرج من الصلاة اللي كبر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان خرج سلم من الركعتين، فهو مطلوب منه أن يكبر عشان إيه؟ عشان القيام من الثنتين. مش احنا عندنا تكبير بعد التشهد الاوسط؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر التشهد الاوسط، التشهد الاخير اللي نواه تشهد اخير اعتبر التشهد ايه؟ اوسط، فكان محتاج لتكبير بعد منه. قال محمد بن اسماعيل الامير سبل السلام: الحديث دليل على ان ترك التشهد الاول سهوا يجبره سجود السهو، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني أصلي، يدل على وجوب التشهد الأول، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه إن كان واجبا فإنه يجبره بسجود السهو، والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره السجود، إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه
لا يتم، إذ يمكن أنه كما قال أحمد أنه واجب، ولكن تركه سهوا، وإن تركه سهوا جبره سجود السهو. حاصل الجواب أنه لا يتم الاستدلال عدم على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن تركه سهوا. وقوله أكبر دليل على مشروعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو أنها غير مختصة بالدخول في الصلاة، وأنه يكبرها وإن لم يخرج من صلاته بالسلام منها. يقول أما تكبيرة النفل فلم تذكر هنا، هي النقل، ذكر في مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد وسجد الناس معه. قلت حديث عبد الله بن بحينة له ألفاظ أنه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من السجود. رخصة؟ كان ما نسي من الجلوس، فما كان ما نسي من الجلوس. في الرواية الأخرى زاد فيه وكان منا المتشهد في قيامه، يقول أن أي كان يقرأ التشهد في حال القيام، والمعنى لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس في التشهد قمنا أيضا، فكان يقرأ منا التشهد حال القيام، وظننا أن الجلوس قد تركنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نترك التشهد بل نقرأه حال القيام. الصواب أنه إذا ترك الواجب ودخل في ركن صار الواجب فيه هذا الركن وما فيه من أركان وواجبات، اللي ركن قراءة الفاتحة، فالتشهد يسقط. يعني لو الإمام نسى هنعمل إيه إحنا من التشهد الأوسط؟ هنقوم ومعاه في الركن نقرأ الفاتحة وليس نقرأ التشهد. إذا لم يستتم قائما. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.